الباقية في حياتك يا حاج. حياتك الباقية يا بنتي. أنا كنت بعد إذن حضرتك عايزة أطلب منك طلب. اتفضلي. أنا كنت عايزة حضرتك تحكي لثابت كل حاجة. إيه؟ ثابت شاكك إن في بيني وبينك حاجة، وأنا كنت قربت أحكي له، بس مش عارفة بقى أقول له إيه؟ ما أقولوش إيه؟ أوعي تكوني فتحتي بقك بكلمة. لا لا اطمن، أنا ما حكيتش أي حاجة، بس المشكلة إنه شكه دوت ممكن يخليه يتضايق، وجايز يخليه يتهور. يتهور إزاي يعني؟ أنا عارفة إن الوقت مش مناسب، بس أنا بقى حكيت لك على كل الظروف اللي مريت بيها وموضوع قتل سناء. اللي قتل سناء كان قصدي يموتني أنا. معقولة يكون خاب الخيبة دي؟ يلا يا بنتي انت وهي مش عايزة نكاحة. الله، مش عايزة أشوف ترابها هنا. أمين. صباح الخير يا دادا. صباح الفل يا حبيبي. هو بابا فين؟ الحاج في الجنينة مع ضيوف. معقولة؟ ليلى هاني مشرفة عندنا هنا؟ في ايه يا ثابت؟ يا بابا ده كلام؟ بدخلها بيتنا وماما لسه ما فاتش على موتها يومين. ايه خلاص؟ لا يا بابا، ما ينفعش كده. هو ايه يا ابني ده اللي ما ينفعش؟ ما توضح كلامك، خلينا نفهم ونفهمك. هتفهمني ايه بقى؟ لكن ورحمة امي اللي اول مرة احلف برحمتها، هدفعك تمن دخلتك بيتنا بالطريقه دي، غالي قوي يا ليلى. اخرس، انت اتجننت ولا ايه؟ غور من وشي. حاضر يا بابا، هخرس واغور من وشك. سلام. معلش يا حاج، اصلا مش فاهم حاجه. دي يا حبيبتي الصيغة بتاعت أمك، ده حقك بعيد عن أي ميراث، لأنها وصية أمك كانت ناوية تديها لك يوم الصباحية الله يرحمها، بس أنت عارفة لما دخلت المستشفى وحصلت لخبطة. مش وقته يا بابا. لا وقته، خصوصا بعد اللخبطة اللي بيعملها أخواتك. بص يا حبيبتي، المصحف ده أمي الله يرحمها سابته الفردوس، أنا هحتفظ بيه عشان من ريحة الاتنين. وفي حاجة تانية بقى لازم أقولها لك، عشان أنت الوحيدة بين إخواتك اللي محبش تفهم حاجة غلط عني. لكن هما مش مهم، طول عمرهم ما يعرفوش أبوهم. لا يا بابا ما تقولش كده. فاكرني بخون أمك. الدوشة اللي حصلت من شوية في الجنينة دي سببها إن سابت أخوكي فاكر إني على علاقة بالست دي. لكن أقسم لك. لا يا بابا ما تحلفش. اللي بيني وبين الست دي موضوع أنا مؤتمن فيه على أسرار تخص أعراض ناس، والأسرار دي مش هقولها أبدا. اتفضلي يا مدام. هو احنا فين هنا يا دكتور؟ دي المنصورية، مش بعيد قوي، تعتبر امتداد للقاهرة يعني. المنصورية. بس واحنا جايين كده شفت ترعة صغيرة، هي اسمها ايه الترعة دي؟ ما تشغليش بالك يا مدام، يلا الناس مستنيينا. اتفضلي. اوكي.
دكتور رشاد. اهلا يا باشا، ازيك؟ اتفضل 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 يا فندم. اتفضل استريح. ازي حضرتك؟ اتفضل يا باشا. يا رب ما يكونش المشوار تعبكم يعني شويه. ايه اللي بتقوله ده يا باشا؟ ده انت تؤمر واحنا ننفذ، مش كده ولا ايه يا مدام رحمه؟ الواضح كده يا دكتور رشاد ان رحمه هانم زي ما تكون قلقانه، او تقدر تقول يعني انها مش مستريحه. هي بس علشان اول مره تشرفنا يا باشا، بكره تاخده على بعض قوي. يا ريت يا ريت يا دكتور رشاد. سيجاره يا هانم؟ ما بدخنش. والله برافو عليكي، انا عايز اجيب معاكي من الاخر. يا ريت. انت تحت ايدك كنز، ولو ما عرفناش نستفيد من الكنز دوت نبقى غلطانين. كنز؟ كنز ايه ده؟ مستشفى الطيب، المستشفى اللي بيتردد عليها عدد كبير قوي من المرضى الغلابه، حوالي 250 مريض في كل التخصصات يوميا. طب والمرضى الغلابه دول هناخد منهم ايه؟ دول حتى ما حلتهمش تمن التذكره. لا اسمحي لي بقى يا رحمه هانم، المرضى الغلابه اللي انت بتقولي عليهم دول حالتهم كتير كتير قوي. وهقولك، اولا الادويه اللي بتوردها لكم وزاره الصحه ديت مدعومه مخصوص علشان المرضى الغلابه دول. صدقيني الادويه ديت هي الثروه الحقيقيه، وانا بقى هعرف ادلكم ازاي تاكلوا الشهد من ورا الادويه ديت. ثانيا الاسود. الاسود هو ده يطلع ايه؟ أنا أفهمك يا رحمة هانم، الأسود ده هي الأدوية اللي فاضل على صلاحيتها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو خلصت صلاحيتها خالص. الأدوية اللي بتوردها لكم وزارة الصحة ديت ممكن إن احنا ناخدها ونبيعها بأقل من ثمنها، يعني بخصم 10-20%. ساعتها بقى الأدوية دي هتتباع هوا، ونجيب مكان الأدوية دي أدوية منتهية الصلاحية، وهنشتريها رخيص ب10% من سعرها الأصلي. عارفة بالحسبة البسيطة دي يا رحمة هانم هيطلع لنا كام في الأدوية دي من المستشفى بتاعتكم؟ على الأقل في السنة 2,000,000 جنيه. يا نهار اسود، أدوية منتهية الصلاحية دي تموت الناس. أصلا في 6 شهور كاملة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها ما بيكونش فيه ليها أي أعراض أو تأثير، صدقيني. ولو مش مصدقاني تقدري تسألي الدكتور رشاد، ولا ايه رايك يا دكتور؟ طبعا، هي بس كل الحكايه ان فعلتها بتقل مش اكتر من كده، ولو هتدخلنا 2,000,000 في السنه يبقى انت نصيبك منهم 250,000، يبقى لازم تفكر. ده غير بند الادويه اللي موجوده على جدول المخدرات، ودي ممكن تجيب لنا من حصص المستشفى بتاعتكم حوالي 2,000,000 جنيه كمان. ياه، يعني يبقى عندك من بند الادويه بس 500,000 جنيه. وبعدين قرار صغير منك لأي مريض جاي يتعالج أو يعمل عملية إنه يجيب معاه كم كيس دم. شوفي هيجي لكم دم قد إيه؟ وهيشتروا لنا دم إزاي وهم ما حلتهمش أي فلوس؟ يا رحمة هانم محدش هيشتري حاجة، كل اللي هيعملوه الناس دول إنهم هيجيبوا قرايبهم وجيرانهم وحبايبهم عشان يتبرعوا بالدم. يعني هناخد دم الغلابة؟ أنا معاكي طبعاً، هم غلابة صحيح ما عندهمش فلوس، بس عندهم دم، دم كتير قوي. وعلى فكره حكايه التبرع بالدم ديت ما فيهاش اي ضرر على المتبرع، ولعلمك بقى مستشفيات الحكومه بتطبق نفس النظام ده بالظبط، واظن انت مش هتبقي احن من مستشفيات الحكومه عليهم. وبند الدم ده لوحده يعمل لنا حوالي 1,500 كيس شهري، يعني بارخص اسعار الدم نعمل حوالي 1,500,000 سنويا، وده كله بالقانون من غير ما نضر اي حد. وبعدين عندك المستلزمات الطبيه، هتورد لنا المستلزمات اللي بتشتريها المستشفى عندكم، وهنديكي بديل ليها من انواع اقل حبتين. انا عارف ان الحاج الطيب بيشتري للمستشفى بتاعته اغلى انواع السرنجات والخيوط الصناعيه والشرايح، هناخد الحاجات دي وهنديكي بديل شغال برضه، بس الحاجات دي في النهايه هتعمل لنا فرق سعر كبير. نيجي بقى للشغل الخفافي، في زباين عندنا كتير قوي بيقولنا يوماتي، وبيدفعوا كويس قوي، وعايزيننا نجيب لهم متبرعين بالأعضاء. الموضوع ده احنا بنسميه في شغلنا يعني شغل حلواني، والحكاية دي
هيقوم بيها الدكتور رشاد، ودي بقى مش هيكون ليها اي علاقه بالمستشفى. والمخلفات الطبيه انت الغوا العقد اللي انتوا عاملينه واعملوا معانا عقد جديد، واحنا هناخد كل المخلفات اللي هتطلع من المستشفى عندكم وهنديكم نص السعر. طب والمخلفات دي هتعملوا فيها ايه؟ الزبالين عندنا ولا بيفرق معاهم حاجه، لا مخلفات صلبه ولا غيره، كله بيتفرز وكله بيتباع. يا نهار اسود، يعني ممكن اوصلك للمليون وايدينا بعيده عن اي عك. ده غير وحده غسيل الكلى، ممكن تدخل لي انا وانتي مبلغ مش صغير. ازاي يعني؟ المرضى اللي عندنا هنقلل لهم وقت الغسيل، وهنعمل لهم غسلتين في الاسبوع بدل ثلاثه، كده يبقى احنا كسبنا نص ثمن الغسيل زياده. خلي بالك الشغل معانا احنا اضمن، اوعي الدكتور رشاد يقنعك انك تعملوا الشغل ده لوحدكم، افرمكم. ولا بعد خيرك يا باشا. ماشي يا دكتور رحمهانم، انا حاسس ان وجودك في المكان هيساعدنا كتير قوي، وانا واثق ان شاء الله هيكون في بينا شغل على اعلى مستوى. ربنا يستر. نعم، قصدي يا ربنا يسهل ان شاء الله. انا مش فاهم ليه ثابت مصر ان الحاج على علاقه باللي اسمها ليلى دي، ومصر ان هو عنده معلومات ومش حابب يقولها. ثابت مش فاهم حاجه. مديحة حتى لو افترضنا ان الحاج على علاقة باللي اسمها ليلى او غيرها، ده يديله الحق ان هو يعمل معاه كده؟ ده ابوه اللي الناس كلها بتحترمه، يوم هو يقف قصاده بالشكل ده؟ والله عندك حق يا حبيبي، يا ريت ماجد وثابت كانوا بيفكروا زيك كده. ربنا يخليك ليا. خليك ليا يا حبيبتي، بس فعلا هو ده الكلام المظبوط، وده اللي مزعلني بجد من ثابت. بحبك قوي يا سمير. أنا بحبك يا حبيبي. جدع ابن حلال سمير الدرمالي ده، على الأقل أحسن من عيالي. هقول لك إيه بس يا إبراهيم يا أخويا، ما أنا قلت لك بلاش اللي بتفكر فيه ده، لأنه مخالف لشرع ربنا. أصريت وعملت اللي في دماغك وادي النتيجة. أنت بتبكتني يا عبد الله. لا 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 سمح الله. صحيح يا مستكتر، الزمن أكتر، ايه لزوم انهم يعرفوا من الاصل؟ مش في اعلام وراثه هيطلع يا عبد الله، وهيعرفوا انهم ورثوا امهم رسمي. طب ما انت كمان وريث بالربع، وهم التلات ارباع. ده غير كمان ان انا خليت البهوات ثابت وماجد شركة معايا ب5%. خلاص اجمعهم وقول له. شكلك مش عارف ولادي يا عبد الله. ما انت بعت كل حاجه للمرحومه، وده مش صحيح، وخالفت الشرع اللي ربنا سنه سبحانه وتعالى اللي عمل نظام للمواريث، ورحت مورث المرحومة كل شيء وانت حي ترزق. كنت خايف عليها يا عبدالله للعيال يبهدلوها، لكن هقول ايه، يا ريتني ما عملت اللي عملته. اهم ورث امه، وإرادة ربنا حصلت وانت على قيد الحياة، وهتاخد نصيب في الورث زيهم، وده شرع ربنا دلوقتي. يعني انا قاعد احكي لك بقالي كام ساعة عشان تقول لي الكلام ده؟ ايوه يا حاج. عاوزني اغشك؟ لا يا عبد الله، عيالي بايظين وانا بديهم مصروف، ايش حال بقى لما يلاقوا الفلوس دي كلها تحت ايديهم؟ هيعملوا اللي ربنا مقدره. ما هو ربنا ادانا مخ برضو يا عبد الله، يعني الواد ثابت ده لو اتحكم على الفلوس هيصرفها على النسوان، ومفيش مفسده الا وهيعملها. ولا التاني سي ماجد ومراته بنت الدرمالي. يبقى ربنا لقيت كده. اسمع يا ابراهيم، انا راجل مخي على قد ما مانيش زيك ولا بفهم قدك، انا راجل قضيت حياتي على الفطره، عشان كده لما ابويا ساب لي الدكان ما زادش، بالعكس نقص، لكن لما ربنا بيحكمني في شيء بحكم باللي قاله ربنا. انا يعني اللي ضلالي؟ لا سمح الله يا حاج، انا بس قصدي ان في ناس ربنا اداهم الحكمه فبيعرفوا يفسروا الامور وتبقى صالحه باذن الله، لكن انا ما عنديش الحكمه دي، عشان كده اللي ربنا بيقوله هو اللي انا مؤمن بيه، هو كده. يا
كل حاجة تمت، احنا كنا سامعينها. انت ليه كنت قلقانة؟ مش عارفة، كنت خايفة وما كنتش متأكدة انتوا سامعيني ولا لا. عموما احنا استفدنا كتير قوي من المشوار اللي انت عملتيه ده، وقدرنا نعرف مكان الراجل الكبير، وهو ده المكان اللي بيحصل منه كل الاتصالات بتاعة العمليات وكل الاتفاقيات. والمعلومات دي ما تكفيش انكم تقبضوا عليهم؟ احنا عارفين اللي احنا تقلنا عليك، بس احنا لحد دلوقتي ما مسكناش القضية كلها بايدينا، محتاجين معلومات اكتر. لا حول ولا قوة الا بالله. وايه المطلوب مني تاني؟ تكملوا معاهم للاخر عشان نقبض عليهم متلبسين. حاضر، ربنا يعديها على خير. انت فين يا مدام رحمه من الصبح؟ خير يا دكتور، في حاجه؟ عندنا بعت ادويه كبيره قوي والله. وفيها قد ايه صلاحيه؟ اسبوع هنبدلها بالادويه اللي عندنا، هتعمل فرق مكسب 150,000 جنيه، غير شويه مستلزمات هيعملوا 200,000 جنيه. ياه. طيب اديني الورق هدرسه واشوفه وارد عليك. انا جهزت كل حاجه والعربيات جاهزه تنقل، ومستني امضه سعادتك الكريمه هنا، وبكره الصبح هيبقى على مكتبك 50,000 جنيه حته واحده. شفتي بقى، دي اول شغلانه معانا، ولسه الجايات يا ستي هيبقى كله زي الفل. يلا امضي الورق. طب اديني الورق همضي وارجعه لك فورا. ليه بس؟ طيب اتفضلي، بس انا مستنيكي. جيبي الورق على طول، الحاجات دي بتتباع بالساعه يا مدام رحمه. لا لا مش هتاخر، همضي وارجعه لك على طول. اوكي متشكره، اتفضلي يلا. أنا خايفة رشاد يكون بيتصنت عليا. أنت عارف موضوع الحمولة؟ طب أنت عارف إن تاريخ صلاحيتها أسبوع واحد؟ طيب كويس. يعني إيه؟ عايزني أمضي الورق؟ وياخدوا من عندي الدواء السليم ويدوني دواء صلاحيته أسبوع واحد؟ إزاي يعني؟ لازم تمضي له على ورق، خليهم ياخدوا الشحن، عشان هي دي الحمولة اللي هنصورها ونحاول نمسك رجالتهم بيها. متقلقيش خالص على موضوع الدواء ده. انت متأكد؟ من فضلك اسمعي كلامي، وتأكدي ان لا انا ولا اي حد من الإدارة هيسمح ان الدواء الفاسد ده يوصل للمرضى. اسمعي كلامي ومضيله دلوقتي. طيب طيب حاضر حاضر، مع السلامة. سلام. رجلتنا جاهزة؟ كله تحت السيطرة يا فندم. ربنا يوصل من تحت السيطرة دي. ما تقلقش. أنا كنت عايز أخد رأي حضرتك في حاجة. إيه؟ موضوع بخصوص عليا. عليا بنت صبري؟ أيوة بالظبط. في الحقيقة يا حاجة أنا ما رحت زرتهم في البيت، حسيت إن حالتها النفسية مش كويسة أبداً. يمكن والدتها الست اعتماد بطريق غير مباشر من غير ما تقصد، بتقلب يعني عليها المواجع. فأنا فكرت في إن لو جبناها هنا في المستشفى وشفنا لها شغلة مناسبة أكيد حالتها النفسية هتتحسن ونبقى ساعدناها. والله دي فكرة جميلة أوي يا رحمة، بس متهيألي لازم نسأل صبري الأول. أكيد أكيد يا حاج. على خيرة الله.